في كثير ناس بتصطاد بالماء العقره مثل ما بيقولوا، وبتجي بتقول على ايام انطوان شويري اللعبه كانت ايام لا لو ما في شخص اسمه انطوان شويري اللعبه ما ضلت لتاريخ اليوم، كانت خلصت من زمان لو ما في انطوان. ما كان في اصلا في لعبه، ما كان في خارطه لبنان على الخارطه العالميه والاسيويه والعربيه بكره السله ابدا. لو انطوان شويري مش موجود هن مش موجودين، كل الاشخاص اللي موجوده هلا اللي بتقعد بتتفلسف هن مش موجوده اصلا لو ما في انطوان شويري. غير زلمه وغير افق وغير تفكير وغير اتجاه وغير عقليه فيجن. زلمه معلمه قال لهم بدي اربح اسيا، ضحكوا عليه، كنا نطلع على اسيا نخسر 40 نقطه كل جيم. قال له شو بدك تربح اسيا؟ قال له بدي اربح اسيا واطلع على بطوله العالم. وا 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 وعملهم كلهم بالفيجن والايمان، حط ايمن بفريقه وايمن ب. اول مره اجتمعت مع انطوان شويري كان عمري 15 ونص، قال له غسان سركيس، قال له بدي اشيل اللعيبه كلها، بدي اترك اليوم شنطه في جيب فهد الخطيب. قال له مين فهد الخطيب؟ انا غسان كنا نلعب بعض بالمدارس، يعني هو كوتش مدرسه الاي سي، انا مدرسه الروضه كنت العب ضده وكنت معه بالنادي الرياضي. قال له مين فهد الخطيب؟ قال له لعيب صغير. المهم طلعوني ليتعرف علي انطوان شويري، قال له هلا بدك تشيل لي كل اللعيبه وجايب لي هيدا تحط لي اياه مع اليم شنتف، وانا 15 ونص 16 سنه يعني ولد. فقال له انطور وشوف. فايمن انطوان شويري بالفيجن تاعت غسان سركيس، وغسان سركيس ايمن فيه وباليم شنتف، وعملنا احلى ثنائي باسيا لتاريخ اليوم. ما في ثنائي اجى مثل اليم شنتف هذا الخطيب. شو اللي كان يميزكم وقتها؟ خلص مثل عائله. مش عائله، نحن اخوه أنا وإليم شنتف يعني تاريخ اليوم. بس طريقة لعبنا ركب مع بعض كومبليتلي، مش معقول يعني. بتقول اثنين مكملين بعض بشكل مرعب. إلي أكبر مني بتسع سنين، أخذت منه كثير الليدرشيب وهيدا، وبلس قدرت فيده بمحلات بالملعب لشيل بريشر وهو يشيل بريشر عني، يعني عرفت كنا متكاملين مع بعض متكاملين. ما بعتقد في ثنائي اجى مثلنا. انا بقول لهم اليم شنتف ما بيجي مثله.